معنا عبر صفحتنا في فيسبوك هو نسمات صباحية أو رقم الهاتف اللي يظهر لكم على الشاشة. نرجع للطافيدات. مرحبا بك وسهلا. صباح الخير علينا. تعبني قلت لك صباح الوطني. صباح الخير ومشرفينا حتى هنا تيا بقناة شنقيط. الله يسلمك. لأول مرة. أول مرة هذا الصدق إعلامي قناة شنقيط. حتى أنا أول مرة نستضيف نساء. برنامج نساء عادي بدنا نستضيف هذا عندي درجة ولقد استضفت عليها تسابق. الحمد لله. بداية تعطوني لمحة شوي. منين خلاك ومنين؟ سميرة تفضل. هذا السؤال بعد متين شوي مناقش حتى تقولي تخليك. تخليك من نفس الجهة. منين خلاك؟ زين السلام عليكم. لك على هذا البرنامج أتمنى لك إن شاء الله التوفيق فيه والنجاح فيه الشاربة والاستمرارية هي أهم شيء. طبعا بنات سماني مواليد ميتة والبو وافتخر وموجهة تحية خاصة لميتة الحبيبة والبو. والحمد لله كيف ما تعرفوا العاصمة هي اللي قررنا فيها الحمد لله وترعرعنا فيها وكبرنا فيها لله الحمد والشكر له. ودخلنا هذا المجال كانت الحمد لله تجربة أولى في المجال كانت 2013 في إذاعة موريتانية أول إذاعة مستقلة طبعا في البلد وكانت 2013 الحمد لله واستمرنا فيها 2013-2014 مع كوكبة من الشباب الإعلامي فتبارك المتميز في البلد ما شاء الله حالا فتبارك الله رائد في هذا المجال فتبارك الله وما شاء الله إذاعة ما شاء الله باقي التلفزيون الحمد لله ما شاء الله سبحان الله أول ظهوركم كنتوا تشابوا حتى يقر بعد ذلك ما تتشابوا الحمد لله ما تتشابوا حتى كرامة دائما نجبر بك مشكلة شوي في الناس في المشاهدين كان تعرف الأصوات أصوات بنات السماني عن طريق الإذاعة برنامج يوم جديد برنامج صباحي كنت تقدموا في بلاصة؟ لا برنامج يوم جديد كان عندها نهار تقدم فيه تقديم أحادي وفي عدلة الإدارة اجتماع إدارة الإذاعة اللي كنا فيها وقالت عن كل صحفي لعد البرنامج خاص به هو وارتأيت أنا وصافي نعد البرنامج تجربة لنا نعد البرنامج مشترك لأن احنا شي ثنتين وقلنا نعدلوه بث مباشر طبعا وكان برنامج نقاول الأخبار تبقى في الدار من إعداد وتقديم لحناتي الحمد لله جبناه الإدارة الحمد لله وتقبلته وكان برنامج ثقافي اجتماعي سياسي يعالج جميع القضايا الحمد لله نستضعوا فيه النواب نستضعوا فيه السفراء نستضعوا فيه ما شاء الله تبارك الله ياسر مشي وآخر صوت يطلع في الإذاعة اللي انقبلت صوت الأخبار تبقى في الدار برنامج نحن هو اللي كنا نقدمه الأخبار تبقى في الدار كانت ما شاء الله تجربة إذاعية ناجحة إن شاء الله مولي إحنا ما نقول عن برنامجنا ناجح قالوا خلينا المشاهد والجمهور واللي يحكم على النجاح طبعا برنامجكم زي ما شاء الله علينا رجعوكم توماتي بالصغر ندري كانكم تبقى كنتوا تشابوا حتى كانكم كنتوا تلبسوا نفس الباس كانكم عندكم نفس الروايات بالصغر هي نلبسوا نفس الباس نلبسوا حتى نفس السرحة نفس سرحة الراس نفس الشيء حتى أن قط مرة موقف طريف قط خلقنا لي نقول لك جاي العيد لابد أن من تعيد الشاشة لابد لهم قلمة العيد يلبسوا الباس العيد ولو جنين ما يهتم ما كي تستراحي ياك يلبسوا الصبح وعينا بعد إحنا مع الصباح ولبسنا ذي الباسنا حتى أن شرات أن الوالدة ياسم الحكيمات وعدها مليانة ندير من قروم الحكيمات يديروا سميرة فرق الحكيمات طابنا من الحكيمات لابنا من تنكسر بوينا نحن وتبارك الله صغر كانت تبارك الله زين كان باسم واحد إحنا إلى ذلك حد الساعة تبارك الله من قد مارتي كنت تجاري اللي عندنا كي مثلا في الزي شوفي البرامج ذلك نبسوا نقشة واحدة قرر معنا في السلسلة وفي السلسلة كنتوا تعدلوه ولا تنبسوا نفس اللون صحيح نفس اللون نفس اللون نفس السرحة مدرها كم عيت تخافوا على هذا الدار صحيح والد يعطيه النعيم إن شاء الله نتخافوا عليكم ما يفاسدكم أبدا عيط لك ودفع صافي وعيط صحيح لا لما نعيطه الجهة يقول أنا ما عيط رمو النطلة لا عيط لوحد أنا لي الجهة أعطيه النعيم في المدرسة
المدرسه ما نفس الشيء كنتوا في قسم واحد كنا في قسم واحد وحاجنا الاعداديه صافي نسيت الروايه في الاعداديه حاجه ديك بيي دانتري قلنا دخلوا بيه مره طلعت انا وشفت صوري ملي هنا عبر بيي دانتري بطاقه الدخول وصافي هذاك النهار ما جابت صور ما جابتهم وتوف عدرت سنه دراسيه تامه بصور صور يعني وندخل بصور بيي دانتري بطاقه الدخول صح وهي اقتنمت حق والاستاذ كان يفاصل بيناتكم لا ما فهم الشيء ذاك ويذكر يفاصل ما يفاصل بيناتنا بيجي دائما بالاختبارات نشبه مشكله بالسامي مشكله في النتائج وقعتكم خلاصه والله لا يفرقنا ياك يركزوا يدير واحد هوك وواحد هوك صح ندرك كان قاعد تخليك لكم موقف طريف سنه ذكرايه موقف طريف في زمن القراية خالتي معكم توم كنتوا مشاغبات مست صغيرة ما انا لا انا بحال كنا هدية كنتين نعرف توم يعود واحد منهم مش اها صافية شقية شوي اها انا مشكلتي هو الشقية مشكلتي حامل ثاني دائما مبطوطة كيلو مشكلة غير خايفة هما اللي دليلة كيلو مشكلة عني دليلة خايفة ومنين تبدايك وغركاتي يا مدرا كانت تتناعروا والله تتناعروا بين حتى أصلاً أنا تناعر. أيكم كانت تبتي أنا حتى أيكم كانت تناعر على الحرب. أنا ما أنا قطع عن الدرجة. أنا على جلستان أنا لساني تفرق الله كنت ماضي وديك قطع عنه دائما ماني متهيد. طيب كنا دائما حامل ساني من يدخل قد ديك تشوفني أنا هارب الله كير مشكلة. ثم هم الأصغر في الأسرة معكم. حق ويلا الحمد لله الأصغر. نوجه تحية للأسرة. والدة شكرا على المشاركه متابعين حالا الحمد لله موجههم تحيه موجههم تحيه عيت نسمع عن التوام يحسوا كلمه تحس بالاخر ادراككم اوتوماتيكي صحيح هذاك احساس صحيح وبعضهم اللي متوام هم اللي ما يحس اوتوماتيكي تشوفي صحيح هو خالق له نقول لك شوي خالق لبعض التوام اللي يعود توام الحقيقيين وتوائم كاذبه توائم كاذبه دائما يعودوا ما يشابوا دائما يعودوا للطفل يقر ما دام انهم توائم حقيقيه اللي تعود صرتهم واحد وعدوا ولادتهم واحد وعدوا الشاب وهو بشكل غريب وعجيب وصح انتم مثلا الحمد لله انا منين تمرض واحده منا سبحان الله لا قوه حمى والله حسب بشوي نفس الوصفه الطبيه اللي كتبت لواحده منا هي اللي تعقب تقبض ثاني سبحان الله تمرضه بنفسه ما هو في نفس الوقت يقر فيها احتمال عنك وصفة طبية الأردناس اللي قابلت سميرة سيسير اللي نقبلها لا بقيتها هواك لا بقيتها السعادة شو ما تكون تقتك بها ومدرا كانكم كيف تعود حدنكم ما هي في الدار وخلق الأخرى شي كيف تحسي فيها ذم إحساس غريب إحساس خالق موقف قابت خلق لنا وليه نقول لك يجرمنا على هذا الموضوع مرة مسافرين نحن والأسرة كاملين كنا هون في العطلة بالراحة ماشين وعدين والدي ولا جبرت جبرهم ابيات في الطياره ومشى وقيت انا عنهم قلت انا عن سميره خليك ليش ما تعرف كانوا حشران كانوا ضيق التنفس وروالك بس طبعا الطياره اللي يجي الصبح وانا طيارتي الصبح ما مشى عني الدهنس تو ما قط ما قط ابدا مش تصلي الحمد لله اول مره رحلتنا هذه ما قط تصلي وخلقت لي حالة ما أقدر أعبر لك عنها من عاد الصبح جيت ولا يفكر كلام مجرد عني جيت مطر نوالي بقيت عني سبحان الله حالة فماتية ما يقدر حد يعبر صحيح هو إحساس صحيح الحمد لله الحمد لله هذي نبقى مع فاصل الله نبقى مع الفقرة الصحية ونرجع إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله تحية صباحية مرحبا بكم معنا في الفقرة من برنامج نسمات صباحية شاكرين قناة شنقيط للاستضافة ونختم نتكلم لكم اليوم عن أمراض القلب والشرايين إن شاء الله سؤالكم أخبار ذي الجلطات القلبية اللي عادوا ياسرين هومريتان ونختم نتكلم عنهم ذكرتكم في العوامل الخطر للعموم بالنسبة للتصلب الشرايين كامل يسوى كان في القلب ولا في الرأس ولا في الأطراف يا غير لا تركزوا على السؤال اللي عندكم اللي هو أخبار الجلطات القلبية اللي عتياسر في موريتان الجلطات القلبية شنو هي القلب هذا يقذو القلب معنى هو يقذو الجسم كامل هو مريض عنده عروق يقذو عنده أساسا عرقين
العرق في الزر العسري وعرق في الزر العربي. عرق في الزر العسري يعطي عرقين كبار ويكل عروق، طبعا كلمة تفرع منه عدة عروق. عرق في الزر العربي هو عرق واحد تفرع منه عدة عروق وتفرع يوفى بعرقين، وهذا اساسا هو اللي هذا من قاد القلب. يرجع دمهم عن طريق الوين قال السينس كورونير، يرجع دمهم يرجع للدوره الدمويه العاديه والاكسجين ويمشي. كل هذو العروق هم اللي قادوا القلب واللي سمحوا له بانه يتم يشتغل بشكل عادي. القلب عندما ينقص شيء من عنده مسالتين، عنده المسائل اللي تتغذى به اللي هي اللي يجيبوا له العروق اللي هو الدم اللي فيه الاكسجين والاغذيه، وعنده شغلته هو. هذا ميزان بالنسبه لنا. إن يعود القلب ينقص الميزان اللي زابور اللي جايينه، معناه انه الميزان عدلا يقل شور يخلق له جلطات تيجان فونكسيونال يقعد اورجانيك. والله ما اللي زاد يزيد شغلته، وحتى عود ذاك زياده شغله ما يقدر يسمح له به الجاي يخلق ما نفس الشيء. ديزيكيليبر كامل في هذه لا بالانس هي السبب دائما هذا النوع من الالام. الالام لان نوجههم شو مسالتين، شور اللي ما هم مستعجلين وشغل المستعجلين والمستعجلين وجمع ما هم مستعجلين هم اللي يجوا للقاز مع القاطره. الانسان اللي القاطره حس بحريق متين في قاشو شو الام يعيم شو الملاك يعيم شو الذرعه وشو الرقبه لفوق ولين يوقف يقضوا عنه. لكن انا فهمت تضيق في واحد من الشرايين من انه القلب ما يوصل الدم في الحاله العاديه في حالته القلب مستراح ما يصبر شيء به اللي القلب ما هو طلب ياسر حتى من الدم. كان يعني عندي يبدا يقاطع الانسان ولا عند الرياضه والله يطلع عن طالع يحس بالالم، لان الاكسجين اللي يطلب الاغذيه اللي طلب القلب عاد ما تلاقى قاعد يوفرهم لك العروق، يعني في تضيق فيهم. هاي الحاله ما هي مستعجله، قال مولا هي تقص طبيب وعاين عاد تخطيط قلب عاين تخطيط ما في شيء والتلفزه ما في شيء القلب ما تاثر عليه شيء تلفزه القلب يعني. عاد يبدا عدل له تخطيط على الجهد والله عدل له سينتيغرافي والله نوعيه من الفحوص. في حالته يكون شايف يمشي عاد يمشي شوري قال له كرونوغرافي ينشاف العروق يعرف العرق اللي مسبب له ويعطوا له الادويه اللي عاد محتاج له ادويه، على ما يحتاج توسيعه والله جراحه تعدله. هذه عجاله لما يعني للي منها ما مستعجل. للي صار مستعجل قالوا الجلطه القلبيه، راس الانسان خلقت له جلطه قلبيه. الجلطه القلبيه فيها عده مسائل، فيها المسائل الاوليه اللي عود تخطيط القلب ما في شيء وانزيمات القلب ما في شيء، وهي عاده الملاها ينحكم يعود في الام ولو مع ديبو الالام يجي لقاش ولو في الراحه والام القلب مختلف الموارد الناس ويعود يعرفوها ما هو لاك الالم معناه انه الم القلب. اول حد ما عنده العامل الخطر ما يعني هذا النوع من المسائل، عندما يكمي والله فيه السكر والله فيه تنسيون والله فات تخطى سن معينه ما عنده عرض عنده نوع من الالم. الالم اساسا البتينه والتحريك والله ثقله كبيره في القلب اساسا، وتمشي مع الاطراف تمشي مع الذراع العصري تمشي مع الرقبه لفوق، ويعني مولاي صاحب وش من القذاف وذا النوع شنو خلقها هي ما يعرف. قال لابد ما يختلف لحد ما الناس لا تشكن حد كان يخلق النوع من الاعراض معناه انه في القلب. لابد لحد الانسان يكمي والله في السكر والله فيش من العوامل الخطا اللي قلنا قبل. يعود في يخلق له العيال تجلس مستشفى يجلس الطب يشوف عنده تخطيط قلب يعود تخطيط ما في شيء يشوف الطبيب كان محتاج كان العرض تيبيك مثلا زاد مشابه حتى الاعراض اللي تدخل على القلب ويطلب لك كانوا يطلب له انزيمات القلب لعد ما في مشي الاثنين يقد يشوف حسب الطبيب من هو اللي يقرر كانوا لا يحكموا ولا يطرسوا لا يحكموا لا يديله شم الدقات وعقب يطلب لك فحص القسطر. والله ملي لا يطرسوا يطرسوا يطلب له فحوص اخرين يشوفوا اعقد شوي من الفحوص الاولين. والله ملي التخطيط عاد في شيء يقير ما فيه عرضهم اساسا قد يعرفوا لا طبيب قلب ولا طبيب يعرف تخطيط قلب، نعودهم مثلا زاد سيس ديكالاج نقولوا له حنسك مع السي وزاد مثلا التخطيط اللي في القلب وزي وحدات في طالعين زي الحاله حاله مستعجله معناها العرق مقلوب نهائيا وملاهيات تمشي مباشره ينقاس به القسطره ويفتح لك العرق مباشره يفتح افتيحه بسيط. الحمد لله عمليه تجرى يوميا الحمد لله في المستشفى قال له انقد ذاك القيد ولا يفتح ذاك القلقه كيف لا استقناس يقولوا احنا الموريتان ذاك استقناس لا يفتح العرق لا يذوب ذاك شويه الدم اللي قالك يا قير لا بد يدار بالون ولا رصور باش يفتح ذاك التضيق اللي كان خالق. وثاني تعدل الانسان الحمد لله يقيس ينعاش يقعد في نهار ونهارين وطلعت الحمد لله ما عنده مشكله. هذا بشرط انه عجب في اندلي لان احنا عضله القلب عندها مجال محدد هو اللي يشتغل فيه سابق 12 ساعه. بس الانسان اللي جينا فوق 12 ساعه لان العمليات ما تقدر تعدل ولا ذاك ملي تدق تندال الانسان باش تو ذاك شويه الدم اللي قال في حاله الانسان مع القسطره ما مجهز ذاك الوقت ولا زاد ملي حالته ما تسمح له بانه يعدل القسطره صحيا والله شيء ذاك لابد تندال ليك تدق
اللي هي التوابع شوي الدم اللي خارج العرق مبين مع العدو القصر عقبك ونوسعه بل منين فيه تضايق، لأن في الحال عادي عروق القلب إلى عدهم شوي من الدم ما يقلقهم، يقلق من عدهم تضيق أصلا سابق له وجلط شوي من الدم ولا يقلق البليل، لأن إلى عدنا الدق نذوب عن الدم يعني ما دوينا السبب. ولادنا لصت توسع لأن عبد الله كامل لأن ذوب الدم ولا يمل نفس الشيء أنا نقول بعض شوي الدم ولا هنا الوسع العرق أي حال مستعجل من حالة صار خلينا خف شوي استعجال يعود تختل ما في سيزدكالاج في أعراض خلينا تي نيجاتيف والله أي عرض آخر زاد أنزيمات القلب بوزيتيف ثم يجي ملاهمات ينحكم في المستشفى وتعدل القسطرة مستعجلة يعني ما النهار الأول النهار الثاني وينشاف ما تسبب ساق ما فتحول شو رأيك المسألة وهذا النهار الأول مهم في أن حد يؤديه في النهار الأول. فيما يخص النصائح الأولية اللي هي شنو بالنسبة للناس اللي عندها مرض قلب دائما قاعد يحطها أطباءها نصائح هي أنها تتفادى الملح وتتفادى الشحوم وذاك المسائل وش كان نصائح عن الطيب وتقبض واحد. بالنسبة للناس اللي ما عندها مرض قلب يالتها تعدل الرياضة وتوكل وكيل صحي في توك المسائل اللي فيهم السكريات حتى اللي فيهم الشحوم حتى وتوهم التدخين طبعا من العامل الخطر الأساسية واللي عنده زيادة في الوزن يحاول ينقص الوزن وعدد الرياضة يوميا على الأقل في الحد عدد يوميا 20-30 دقيقة من الرياضة إذا زاد 45 دقيقة ما تخسر شيء ولين إنسان لين يشبر إلام منذ الألام اللي شرحنا حالا إن الألام اللي في الصدر حريق متين وعلى القاشوش والله زاد ألام تين ثقلة في القاشوش حتى تمشي مع ذراع العصر تمشي مع الرقبة وعلى عنده شنو عامل خطر في السكر والله يكمل حتى يالتو وعاد خصوصا صاحبه كده أخذنا يالتو ما يقول لأن المجبنة المسألة الوحيدة اللي نقول دائما إن المجبنة ما تقتل الحمد لله مجبنة بسيطة مجبنة نفتي وعلى الإنسان تخطيط قلب يقول ما في شيء يقول الطبيب ما في شيء عاد يكسر لي بيقبل دواء قبل لا بيقبل دواء التقليد ولا بيقبل دواء الحديث يكسر المجبنة ما فوقاني مشي خلقين بيرفوراسيون وتداو عملية جراحية بسيطة يقال إني دائما المسائل دائما للأسف مرضى يجونا متأخرين سبب شنو لا نحد جاهز وكل الألام وهنوت ما يقولون هالمجبنة ويداويها ويقبلش من دواء التقليد والله يقبل دواء لو معك المسائل اللي عادوا ينبعوا دائما عندنا وللأسف عاد يجي المستشفى لا بعد خطيك 12 ساعة قبل اللي تكلمنا عليها. المعلومات اللي يقدم وطبعا يكون الاتصال بين على رقم اللي يعود ظاهركم على الشاشة وارسل رسالة قصيرة عبر الفيسبوك ورجعنا لكم طبيبة من جديد. مرحبا بك انتم وسهلا. قولوا لي اجتميتوا إني دخلتوا في هذا المجال مجال الإعلام تبارك الله. السؤال كانت فكرتكم أول أيكم أي دولة خمت هي ما هي عن طريق فكرة ولا شبه اللي سبحان الله كان عندنا خيار أن نعود في الإعلام ولا الطب وبالتالي ما تيسرت أن نعود في الطب وعدنا في الإعلام والحمد لله هني نمول اللي عدنا فيه يفكرك عنا كنا في الإعلام ما عن لا صدفة ما هم اللي عنك تيجي تتخمي انك تعودي صحفية والله تعودي كذا جينا الإذاعة عدنا فيها بما ان عدنا في الإذاعة ما كنت تتصوري مدى انك لي تعود قاعدة رواية مستمرة فاهمة انك تيجي الإذاعة وجيتي ما شاء الله متدربة اشتميتي نجيتي الإذاعة قلت ما تقعدين قلتوا لي قصوا الإذاعة لا نحن قاعدين مع شو الشباب وكنا يعرف تخصص معنا ما شاء الله كوكر من الشباب الإعلامي كنا في دورة تكوينية لك ساعة معدلها واحد من المعاهد ما تطلب تشميه لك ساعة ما خارجوا الإذاعات ما هي موريتانية أول إذاعة مستقلة وقالنا الشباب معانا قالنا الطافلات إن أنكم ما شاء الله فتبارك الله هذه المهنة تعرفوها وانتمات ما شاء الله عندكم هذا التخصص قالنا أصلا عندكم تبارك الله قالنا هذا التخصص اللي هي قالنا تعود معانا في موريتانية سبحان الله وتوجينا الموريتانية تقدمنا فيها على طول تبارك الله جاو قابلنا ووزعونا على البرامج. ما بكم واحدة كانت متخوفة شوي من تتم لا ما شاء الله تبارك الله تبارك الله جينا بعد الإذاعة وفكر كلهم قلت لهم أنا ما قد نعود متدربة وتعطوني برنامج ما تصير قالوا لا بد أن تعودي متدربة ونفس الوقت عندك برنامج مباشر داروا لنا برامج صباحية هو يوم جديد
كان ما نساها معايا الزميل حمزه والعائله المنشره، وتحيه خاصه من هذا المنبر حمود والعمر ما شاء الله كوكب من الشباب تبارك الله. جينا بعد وطاونا ذوك البرامج، وعادوا كل طفله وشاب يديروها مع طفله وشاب يديروها في تقديم ذاك البرنامج، والحمد لله عطينا ما شاء الله 3 أشهر تدريب وتبارك الله ومشيت بسلاسه. يعني عطينا السنه الحمد لله برامج صباحيه، قالت الإدارة عنها تعدل لنا كل حد تعدل برنامج، يختر هو برنامج نفسه يشوفوا مدى استمرارية نجاحه. والله ما تختر الإدارة منين تعود لك البرنامج نجح، اللي تخليه متواصل يعود ما نجح له توقفوا. عطات هذا الاختبار لجميع إن شاء الله الطاقم اللي فهم، وعدنا نحن برنامج الأخبار تبقى في الدار. الأخبار تبقى في الدار هذا اسم كان صحيح موقع غير مات لخالق، هذا هو اللي بينا حناتي حينا من خلال هذا البرنامج الإذاعي بكلتا تقبضي اسم لابد من يعود عنده دلالات لا يعود هم اللي أهل ويشتغلوا معهم عالمين به. تبحثي عن هذا الاسم وعد الناس تبارك الله كان من أنجح البرامج، كان برنامج جريرة السبت وكان ناجح أسبوعي وتفاعلي فيه اتصالات وتكلم عن ما شاء الله الثقافة ما شاء الله تخلص سياسة توعية مشاكل المجتمع كامل يناقشوه. حجلي عنا عدلنا حلقة كانت من أنجح الحلقات تبارك الله، استضافنا نواب ديك الساعة واستضافنا ياسر الشباب. الشباب حلقة قط عدلتها أنا وتاج على راسي، التعامل كان كبير كبير مع دولة السودان، عدلناها مع سفير السودان والقنصل وزوجته ورئيس الجالية الموريتانية هون في السودان الجالية السودانية، العكس نحن وهما عندنا رابط اتصال نحن وإذاعة الحوش عندهم في الخرطوم، وكانوا اتصالات مباشرة من الخرطوم لنواكشوط، وكانت حلقة مميزة شيء. كنا نتكلموا عن فرق عادات تقاليد بيننا نحن وبالمجتمعنا ما شاء الله واحد، يربطوا ياسر من شيء عندنا ياسر من العادات نحن وهما متقاربة، وكنا نتكلم ملي عن الزي التقليدي نحن وهما به اللي تكلمت فيك الساعة حرم القنصل ناهد حرم مكي موجهة تحية خاصة تكلمت وقالت ياسر من شيء سبحان الله نحن وهما نفس الشيء. هذه الحلقة كانت للأسف هي آخر حلقة في إذاعة موريتانيا به اللي صح منقطع توقف البث صح انقفلت الإذاعة. وفي بدايتكم تعرفون قلت الصعوبات التقديم صحيح أنك أنت لابد أن تجبري الصعوبات كل شيء لابد أن تجبري فيه الصعوبات، سياني الصافي التحضير سياني عنك أنت قاع الناس مفاتعة ثقة فيك بكل مسيرتي مبتدئة، ما خالق مسؤول له يتعيط له من فم يقول لك أنا لا يتحاورني هذاك ما تعرف برنامج ما نعرف يقير بالتدريج الحمد لله وبالتعاون مع الزملاء مجرم تحية خاصة اللي ما شاء الله لولاهم هم ما نعودوا نحن تبارك الله تدربنا على العمل بسرعة ما شاء الله نجحنا وقفز البرنامج وعندهم ريباج على الفيسبوك الأخبار تبقى في الدار ويوم جديد تبارك الله كان برنامج ناجح ونين هم اللي عاد الحلقة الأخيرة نختموا لينا نعدلوا فيها الحلقة الأخيرة عدلنا حلقة مفتوحة مع المستمعين مع ما شاء الله تعاون موجة تحية خاصة المكتب الاتحاد المستمعين صحيح. ما شاء الله دائما يتصلوا علينا ويشاركونا ما شاء الله ومتابعين البرنامج والله موجة تحية من هذا المنبر. وقد قدمتوا نشرات قد قدمت أنا بعد مواجيز وقد قدمت نشرات رياضية في الإذاعة غير راسي بترم عني ما نقدم لي كل حد تخصصه، ماني من الصحافة اللي مرة تشوفي صحافي مقدم برنامج مرة صحافي مقدم نشرات وبقيت تقدم البرامج على تقدم البرامج عن النشرات. نقول لك ليش به اللي خالق من الصحافة اللي ما يصلح للتقديم النشرات ويصلح للبرامج الحوارية وخالق اللي يصلح للنشرات ولا يصلح للعكس فاهمة، وبالتالي حد تخصص اللي هو اللي معروف به وناجح به وخير اللي يستمر فيه هذه الأخرى اللي مرة هون ومرة هون ومرة أنت ما تخصصك ما تتمعرف يقير خلي لك أنت تخصصك تنجح فيه وتحبه بالتالي دور اللي تستمر شر وقولوا ليش كيف تبع المستمعين معاكم أول بداياتكم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله خصوصا عن حس الصوت اللي واحد يغير الفرق صحيح قط خلقت لنا طرفة شوي له يردها لك في الموضوع اللي ناقشه طبعا
وبالإذاعة خالق مستمع قال له محفوظ وجاي تحية خاصة من منبركم الكريم. دائما يتصل لي في الإذاعة وبرنامجي يوم جديد مع الصباح حاجة إنه جي التاسعة مع الصباح ويوم العاشرة تم يتمنى يتصل علي ودائما يتصل لي يقول لي مرة يقول لي صافية مرة يقول لي سميرة وأنا اللي نقول له نعم قال لي مرة تي أيهم صافية ولا سميرة قلت تفضل قلت بالموضوع وذاك النهار كنت نناقش عادات وتقاليد عندنا إحنا ونطرح عليهم أسئلة الشكوى باسم حالة انطباق وذاك الشيء تعرفي نوع من الريسك إذا ذنبتم والمستمعين معي قال لي أنا لابد أن نجي الإذاعة اللي انتم فيها هنا نعرف كذا شخص واحد والله شخص هي اليامس قال لي اتصلت على البرنامج واليوم اتصلت عليه وهو نفس الشخص وسبحان الله ما هو فات الحلقة هنا جاء محفوظ الإدارة الإذاعة وجاني يتعرف علينا وموجهة تحية خاصة من المنبر تبارك الله تبارك الله تريدي تقولي عنا ما شاء الله ثنائي ما هو شكر نفس محب تبارك الله نعود مع الطاقم تبارك الله ما عدنا احنا هو كشيء فم محبة فم صدق في المحبة فم مولية تبارك الله الإصرار يرجع على الإصرار على العمل تبارك الله واحترام التوقيت وبالتالي الحمد لله ما عندنا أي مشكلة مع محيط الإعلامي كانوا الأسرة الإعلامية تبارك الله بالتالي هذا نشي تبارك الله زين عندي ومشرفنا ليك سؤالك سميرة تبقي العمل الإذاعي ولا التلفزي؟ أنا نختار العمل الإذاعي العمل الإذاعي زين فيه لي مو متعب حتى وليه تدخلي في الاستديو وتقدمي وأن تطلع على الهواء والعمل التلفزيوني فرض عليك من الزي فرض عليك من اللباس فرض عليك من ياسر من شيء احترام المشاهد وطريقة الكلام والأسلوب طريقة الحوار مع الضيوف اللي معاك ولا شيء والإذاعة ما عندك أي مشكلة بسيطة ما عندك أي مشكلة عندك ذاك الصوت الإذاعي صوت هو اللي تعرف الناس التلفزيون يتعرفك الناس بشكلك ومظهرك أناقتك في حالتك كاملها مو كيف الإذاعة وأنا بعد نختار الإذاعة سوية أنا نختار الإذاعة طبعاً به الإذاعة يقول عن الصحفي المتمكن إن شاء الله بعد نعود صحفية متمكنة صحيح يقول عن الصحفي المتمكن لا بد من يخال على الإذاعة يسوى كم من الزنبي اللي هي الإذاعة هي الأم الإعلام والحمد لله وين معها حنان ما هو طبيعي الإذاعة وكان يعد مستضافة في الإذاعة الكبيرة هون ما نعرف يخرج لي من الانشراح وتبارك الله من حبها بعد قاعد من إن شاء الله نشوف الأدوات وإن شاء الله اللي كنت نشتغل عليهم مثلاً في ما شاء الله تبارك الله كونسوليت كابين تكنيك ذا كان ما نبقي هي اللي بدايتي كانت في فاهمة نختارها لك عن الشاشة طبعا وش تميت لي قصتي الشاشة؟ الشاشة بس هي تصا تمانين قصنا هنقا في الإذاعة موريتانية وعدت القناة الوطنية لك الساعة مشكورة عنها لا هي تجمع شي من الشباب وعنها تختار إضافة نوعية للقناة صحيح وجينا هنا احنا والزميلة مريم تحمد ديتهم وجهة تحية خاصة وطلبوا منا نعد لهم برنامج كان قاعد لا برنامج الاخبار تبقى في الدار ما شاء الله كان ناجح كان يدوره عدو اسبوعي غير التلفزيون نسخة تلفزيونية فاهمة يوانا نحن سجلنا منه حلقتين الله لاهو جاتني فكرة قلت سيد المدير احنا ما شاء الله خسرنا نقبل راحتنا له برامج صباحية ما نقسم ما نعدوا القناة برنامج صباح بما انه ما شاء الله البلد ضغط مثلات فيه قاعد حكم البرامج الصباحية اقترحنا عليها ووافقنا ما شاء الله هذا طول وعدنا تبارك الله كانت معنا الزميلة مريم عدتوا برنامج صباح الوطنية صباح الوطنية صح الله جبنا لياسم اللساني ضحى الوطنية وتايم صباح نواكشوط كان عقبنا بعد هنين على صباح الوطنية الحمد لله هم اللي استمرينا فيه وكانت معنا مريم تحمدت وطبعا كانت تقديم ثريافي أكثر من رائع ما شاء الله فتبارك الله نقدموا في بليده ونشتغلوا في بليده والمواضيع اللي نناقشوا كابي كل واحدة منا سبحان الله عندها إعداد البرنامج أسبوعي كيف هذا أسبوع عندي أنا أسبوع الجاي مريم أسبوع الجاي صافية فهمتي كان ما شاء الله دور ما شاء الله زين وللأسف مريم شاف عن البرنامج شاف شهره الثاني شهره قد نسمعنا لا شهرين شهر الثاني سبب لمرض الوالد يعطيها الرحمة إن شاء الله إن شاء الله وجبرت هي ضغوطات ومشات عن البرنامج واستمرينا احنا تي في إن شاء الله نتمنى رجعت مريم للإعلام مريم صحيح رجعت للإعلام ما رجعت لصباح الوطنية به اللي ياسر الناس يقول عنه هو صباح الوطنية سبب نجاح التوأم الإعلامي اللي قدمه يعود في حد ثالث لا يعود في
ما هو إعلامي حتى، وبالتالي استجابت هي الحمد لله ونشحت نشحت لكن في كاميرا كاش. طالب منكم توما ولا طالب من؟ لا ما طالب من من الإدارة، ومنها هي قاع من نفسها قالتها وعندها ظروف ذيك الساعة ما كانوا يسمحوا لها إن شاء الله بكثرة الظهور حتى به، والدها كان ذيك الساعة ما يريد يعطيها الرحمة وتمنيت التوفيق إن شاء الله وفعلت الله نشحت الحمد لله. وإيش مرت الصعوبات في تقديم الفيزا؟ صحيح هو قاع الصعوبة كل شيء في الصعوبة شي ما كيتنجحش من تجبر الصعوبة تجبر الصعوبات لي يتصل عليك حد ما يبقيك ياك يجاوبك قبل يتصل عليكم حد صحيح كذا من مرة يتصل علينا الرقاش نقول لي اعطيني مثال تقريبا صحيح لي نعطيك مثال خلقة مرة كانت معايا ضيفة كبيرة ومحترمة هي السمية متشرعها الله موجهة تحية خاصة المنبر وكانت تكلموا عن الضياء وعن العنف ضد المرأة والحلقة مثيرة تعرفي مثيرة الجدل وعندنا ياسم اتصالات ونقبل هذا الاتصال وهذا وهي السنية ما عطنا فرصة على نقبل اتصال ياك توصل هي فكرتها للمشاهد وبذيك بذيك المناسبة اللي احترمت لها أنا مالية موقف اللي هي فيه قلت لي جاتني مكالمة قبلت ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم قلت لي السالم معه قلت له تفضل المشاهد عندك مكالمة قال لي صحيح عندك بعد مداخلة قلت في الموضوع قال لي في الموضوع قلت له شنو هي قال لي تواجه تغميات الله أكبر تغميات شفتي هذا ردني للور أنا من الشفرة عندي موضوع ناقش وحدات مالي دور ويتصل برنامج هو قال لي تواجه تغميات الله أكبر تغميات قلت له هذا الموضوع الدور جاوبك عنه صحيح أنا شو ليه نقول لها مباشرة دائما يخلق لك مواقف ما كنت مجمعة معاهم تبارك الله الحمد لله البرنامج سنة الرابعة تبارك الله لابد أن يخلق لك مواقف كي مرة ما أنا السهقة تخلق لي موقف الحمد الموالي ما خاوف يوتيوب حلقة ذاك نار ما طلعوها الحمد لله نحن مدي فتبارك الله البرنامج شاكرين بلور ميديا وتواتر تبارك الله على التغطيه هنا المباشر جزاهم الله خيرا تميت نهار في البرنامج ومعايا طبيب ممكن يساب نطلع البرنامج شويهين جات مكالمه ساب نطلع على الهواء مشات طفله اختي على الواتساب قالت لي صافي عجلي قالت لي شقه اليوم قالت لي ما جات تعرف انا الشقه في نهايه ويكند تقزر عيات النهار كي يوم الاحد ما ان شاء الله يوم الاثنين قالت الشقاء اليوم ما جات قالت لي ولا عجلي كان قالت لي طالعة كان قلت لي تعدي لقد ما زيان عندي ذا وتو تميت قلت لي تركم على البرنامج وتخمم في الكوزين وكلمور اني طلعت لي مكالمة والمنادم اللي متصل علي طالع الصوت عنده ايكو بان بارازيت متين عدت نقوله بدل التيكيت العادة لقيت لي فانك حد يقولي اخي نقص عنك صوت التلفزة ياك تسمعني من التلفون قلت له نقص عنك صوت المارجن واسمعني من التلفون الله أكبر ورديت لي ولا عليك وعاد الضيف ميت بي الله والسميرة ما ينافعش والمخرج كاملها وانا قلت له مصابري أصاقت على الهواء قلت له ما أنا مصابري أنا كنت تخمم فيه شو مارجن يعني نقص قلت له تنصب وهذا قلنا ياسم مواطن تجمع معاهم وعلى الهواء مباشرة وبالتالي الحمد لله العفوية انك انت حد عفوي لا يسقري ما الناس تخلي شو لين خرس كان نستقبلوا اتصال الو السلام عليكم الو ألو السلام عليكم ألو نعم السلام عليكم ألو تفضل شاهد معك برنامج نسمات صباحية قناة شغلات الصباحية تفضل ألو الو الو يا كدبال يا مرحبا وسهلا من معايا الو نعم صنت ولك ايه ياك بخير يا مرحبا وسهلا يا كدبال يا مرحبا تعرفنا عليك مشاهد ايه وشو هو البرنامج اللي كدبال عم نشوفه ما سمعنا
احنا نراعوا فيكم هنا البرنامج العربي نتكلم معنا. لا تابعوا الدور تشوف معنا ونقبل اتصال ثاني. الو السلام عليكم. لا منين تتابعوا حتى الدور تفهموا. نقبل اتصال ثاني. الو السلام عليكم. الو الو نعم السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. شو محضر؟ يا مرحبا وسهلا. الو نعم السلام عليكم. معكم شيخنا من واشنطن. الو مشاهد اختار تسول سواء ما انت لاهي ترجع برنامج كامل قدمه. ارفع صوتك شوي مشاهد تعرفني عليك. شو سمعتي؟ انا والله هاي تحمل ما سمعتك. الو مشاهد؟ كان الاختيار يسال الثنائي انت لا يرشد البرنامج اللي كان يقدمه، كانت وحشنا حبه. الله يسلمك الله يسلمك. تابعنا غدا ان شاء الله ربي، والبرنامج رجع للقناه الحمد لله من افتتاحها لنا لك تقريبا 3 اشهر ولا 4 اشهر الحمد لله، البرنامج تواصل. تابعنا غدا ان شاء الله يا ربي. هذا الموسم الرابع من المصباح الوطني لله الحمد والشكر. نزلنا تبارك شويه مع نعدلوا فيه، نزلنا تعديلات عند المقابلات مع ابرز ضيوف البرنامج، عندنا شويات نعدلوا ان شاء الله في النهارات القريبين ان شاء الله يا ربي. ليتطوروا من البرنامج طبعا هو لا نفس البرنامج. هو لا نقول لك شوي حبيبتي عنك انت التطوير ما تقدي تعدليه في البرنامج. به الرواية ما لا يتعود عليها المشاهد انت هي معينك فيها، كي مثلا يجري فقرات في برنامجك وتطلع الصبح ما تجبري حد يموتيهم لك ولا شيء، هذا خدعتي المشاهد اللي احترمتي. وبالتالي مركز صباح الوطني على فيبات مواضيع نقول موضوع واحد نتكلم عنه ونعطوا فرصة للموضوع وقيمته والضيف. وبالتالي نحن شنتي ما كيتعودي المشاهد معينك فيه لا تتابعي. صحيح يتميز معي البرنامج هم اللي عنده نهار يوم الاربعاء ما فيه ضيف يتكلموا عن موضوع ناقشه مصافيه موضوع مهم مره نعدلوها عن عادات وتقاليد وعين نعدلوها هم اللي عن الوجبات التقليديه ونعدلوها عن ياسر مش نحن هم اللي مجتمع تقليدي وبدوي بسيط صحيح لا بد لك من ما تقدري تعودي تيا برنامج شائع ما شاء الله والناس كامله تتابعوا تسايم ولي عاداتك وتقاليدك نذكروا المشاهد نذكرهم دائما بالفيديوهات القديمه اللي نطلع لهم انا ونقول لهم طلع لهم صوره فنانه قديمه راحله عودوا مولي الجيل مولي ما يعرفها ونشرح حاله ونقول له هذه فنانه اسمها فنانه بتفنان التذكير انعاش ذاكره المشاهد ودور ونعد هم اللي حلقاتهم اللي عن الوجبات التقليديه كل ولايه تتميز بوجبه خاصه بها التعريف للمشاهد هذه الولايه عندها الوجبه وهذه الولايه عندها الوجبه فهمتي وياسر مشي انا بتو دائما نعدلوا هذا يوم الاربعاء اللي دائما هو برنامج كل نهار هو برنامج يومي أصبح الوطني يومي من الأحد إلى الأربعاء وعدلناه يوم الأحد تعود في حلقة خاصة للمشاهدين اللي في الدار كيف عطلة الأسبوع اللي ما يشتغلوا والنهارات الأخرى هم اللي ما شاء الله الناس متابعتهم كل نهار صحيح كل يوم نناقش موضوع ما هو الموضوع اللي نناقشه اللي هو مصعب شوي البرنامج كيف تقريبا يوم الأحد مرة نجيبوا فنان يوم الاثنين نجيبوا ضيف يتكلمنا مرة عن الرياضة مرة يتكلمنا عن الصحة مرة يتكلمنا عن التعليم فهمتي ونتكلم موضوع البرنامج نتكلموا عن الحدث الأبرز اللي في البلد اللي كيف ذاك نعيشه حالا اليوم عندنا أزمة الماء اللي نستضافه شخص يتكلمنا عن ذي الظاهرة سيركيلاسيون يتكلموا عن ذي الظاهرة فهمتي بذي المناسبة وطبعا هو اصعب البرامج برامج الصباح ولكن تجيك الله يخليك تشوفي في الطريق
نوعك جيد، نوعي مع الصباح والضيوف وترتيب الضيوف حتى انك تقنع ضيف عنه يجيك. لا هو ما في يقنع، هو برنامجكم ينجح ينجح الضيف هو اللي دور يجي يقول لك طيب انا والله مستعد يجيك كذا يقري خيتي وقتكم هذا ما هو صحيح صحيح التوقيت مشكله التوقيت صحيح انك تجي ما تنجح في البرنامج السنه الاولى السنوات اللي خليتهم موجودين ضيوف كيف صباح الوطنيه ان شاء الله تبارك الله عندنا دفتر فيه فهم في القناه يشوفوا مرواقي جماعه نعرفوهم يدوروا استضافوا على الموضوع ويكتبوا رقم تليفون للشخص نعود رقم تليفون نتصل عليه ونعرفوا براسي نقول هو شوفوا القناه ودور يقيني نعود الموضوع يخدمني انا ويخدم المشاهد نستضافوا مين نعود هذا الموضوع انا ما يخدمني نحيلوا لحد البرامج اللي عاد سياسي برنامج سياسي اللي نحيلوا البرامج السياسية اللي عندنا في القناة واللي عاد برنامج يتكلم عن الحوارات والشمولي نفس الشيء وبرنامج صباح الوطنية بعد مفتوح يديه قدام الناس كامل جزاكم خير إن شاء الله اللي هي نقبل اتصال شاركوا مشاهدين شوي ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ومرحبا ألو السلام عليكم وعليكم السلام ومرحبا معكم برنامج السمات الصباحية حالكم يا رباك يا مرحبا سهلا تفضل تعرفنا عليك مشاهد صباحكم يا رباك تعي خير يا مرحبتي بك تعرفنا عليك ما شو ما التعب من معنا قالك شو ما سمع التعب أنا لك سارة أريد ألو 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 تفضلوا أربع صوتك شوي ألو بكري صباح اليوم برنامج زين عندي بكري كان برنامج زين عندي شكرا إذا عاد عندك سؤال تختار تطرحه حتى نحن شايفينك على الاتصال ألو ألو سامعينك واصل واصل ألو يبدو أنه ما هو ما هو ما هو مقبول اتصال ثاني ألو ألو السلام عليكم ألو تفضل مشاهد تعرفنا عليك حالكم يا مرحبا وسهلا الو سامعينا يا مرحبا بك مجد الو نحن سامعينك مشاهد تفضل تعرفنا عليك ومعاك بعد عندك سؤال تختار تطرحه على من تسمع الو يبدو ان شاء الله اتصاله من بعيد هو اللي ما هو الو لا سامعني الو الو انت واضح ما انت واضح ما في انت عارفة كان الصوت ما وصل صوت ما وصل صوتك ما 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 وضح لنا لانك اتصال ثاني الو السلام عليكم الو 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 استني انت عارفة اخي استرسل في الكلام ياك احنا نبدو نتواصلوا عنده تشويش عنده تشويش بعد لين طب نخرج يقطع عنه نقبل اتصال ثاني كان عود اوضح الو السلام عليكم الو السلام عليكم الحمد لله راه ما يجوز المكالمات دخلنا في الموضوع لا هي نقبض فاصل ونعود نرجع الله ان شاء الله لا يطلب المخرج يعطينا فاصل ونعود نرجع للبرنامج السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام تخيلا
تحية للطيبة وتحية للضيفات الكريمات. شكرا. العافية الخيرة وتحفظ. الله يحييك. حقي أخواتي الكريمات نورة وسميرة عفوا وصفية. شكرا جزيلا. يعني بعض الملاحظات نبغي مثلا الدايح صور ونبغي مثلا نقدم تشكرات لهم. تشكرات لطاقم قناة الوطن. شكرا. لأن المستمع والمشاهد هو اليوم يعود مثلا قوت البرنامج والوقيلة ويتخدع به. لا يرضى الصحافي يعدل حصار على مشاهد والله مستمع تحس انه عنده فكره ما هي راضيه. وانا منبركم هذا عن ضد الصبوريه والمحاباه ضد اختباء الاشخاص على حساب بعضهم خلي. هاي المساله انا عندي شعار لا للصبوريه ولا للمحاباه ومع السلامه وجدت من الضيفات الكلمات الى هاي الفكره كانوا جدوا يصارت روحي انا شخص من لا احسن عايش. أنا طلعت البرنامج كل نهار وجيت كل يوم في الجديد وكان شتاء وهذا الشيء صار بيعد رحية والقاضي سامر ما بيحد يطلب معي وشان رحمة ربي. شكرا لك بخير لا تسمح لي شوي وهذا أنا جاوب بخير لفتاك والناس اللي يطلب والناس اللي يعتاد هاي هو كبار. شكرا لك بخير تسمح لنا شوي نحن صوتك عملت واضح لنا حتى واضح لي أنا ودرقال سامع سامعتي صحيح ولها جاوب. الدخيل اسمح لي شوي انت دائما تصل لبرنامج صباح الوطنية وانا من نفسي جبرت رقمك واتصلت عليك ومشيت لك ميساج وقلت لك انك تصلي علي مين اتصلت لك انت ما واجهتني لا اتصلت علي. صباح الوطنية برنامج محترم وتتخرصوا الناس كانوا يتابعوا. الدخيل هذا اللي يمكن معاه مشكلة خلقتنا معاه نهار ماذا له تقريبا شهر و 18 يوم انا حاسبتهم عندي كل يوم طلعت فيه الشمس يتصل البرنامج يقول عنه برنامج من محسوبية والعنصرية ومحاباة صباح الوطني. هذا ما يقدر يعود. حنا صدفوا الناس اللي ما نعرف كيف ما نصدفوا الدخيلة كيف الدخيلة مين يجي لما سيها القناة أنا كما كنت طيب قاعد عاد دور الصدافة تخيلة عاد دور الصدافة قاعد يقولني دور الصدافة إذا قاعد ما نطحت فيها شاشة ولوش كبر من قده يا غير الدخيلة أنا شايف عليه رواية واحدة عنه يتصل علي يعود معايا ضيوف ونناقش موضوع مهم يكرر نفس الرواية. انت انا قاعد تخيل اتصلت لك جاوبني كرت تليفونك وجاوبني يعني اتصلت انا اتصلت عليك وكردني متفاهم انا وانت قاعد خارج عن 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 المشاهدين المشاهدين الاخرين كيف ما خلق لك ماي المره الماضيه هذه ما مرت الاولى وبالتالي اضطريت انا على الهواء ونطلب من المخرج عن تخيل لا تلا طلع صوت في صباح الوطني وما زلت قالت واضح تدخل بينكم على تخيل اصلا لا تخيل اصلا نعرفوه بالمدينتنا وحنا هو كشيء واحد تخيل تيلا على الدار الصدافه في البرنامج حتى احنا ما قلتها لنا اش فيها يجينا ضيف محترم تريد تخيل يقول له شي ما صالح وتري يقول عن برنامج عن العنصريه والمحاباه اش لما عنده معنى وحنا قاع مولي عاطين فرصه للناس كامله. انت منين خلقت لك هذه المشكله قبل اتصلت لك سميره قبل على الاقل قبل يواجهني ترد اعتبار اعتباري اتصل لي وانا ما لي تلفن على حد يدور رقم انا قطعوا انا اتفن لي الناس اللي ما نعرف ونلقى الناس اللي ما نعرف انا ما لي تلفن لي حد ما كرت فكيف يتلفن علي الدخيله ما كرت ومالي ما كرت يا غير الدخيله كرت تليفوني واجهني يعني وخايل المشكله بيني انا والدخيله هذا هو جواب التخيلة اللي أنا مشكلة بينكم أنتم مشكلة ما هي مهمة ما سوري التخيلة دخلنا مشكلة التخيلة دور عود ضيفي في واحدة من الحلقات إن شاء الله إن شاء الله ويناقر يانا مويانا مع الخط وتلفن لك تلفن عليك تلفن صحيح. وإن شاء الله بعدنا تحية خاصة للتخيلة نختار مالي نغير أسلوبه شوي عنه عنا نحن الناس ديفلوبات الناس مشات هو واحد مازال في ذا احنا التخيلة تبارك الله اصلا نعرفوه متصلين اذا عسلا واذا عتنا احنا اصلا كان متصل عليها صحيح نعرفوه غير ما وبالضروره انا ماني مجزمه عني نعود على الهواء مباشره انا معايا ضيف محترم يتصل يدخل لي يتصل لنا ثلاث مرات اربعه ويطلع لنا الشاشه السقين طالع من التشويش عنده هو يقول لي الشان ماني مجزمه فهمتي هذا انا ماني مجزمه بالرد على التخيله كاع والله حد اخر يعدل اذا النوع من الاسلوب على الهواء مباشره وبالتالي قبضت انا على القرار أمام المشاهد وبتعني تخيل لا يطلع لي وفعلا عندي فيها الحق إذا عاد تفاجأتك لا يا الله إحنا ما تفاجأت معنا ولا قبضنا في التليفون اضطرينا نحن نعدل أسلوبنا الخاص معك زين هنا رجعوا شوي لهذا فيسبوك عندي البدع التواصلي يقول لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياك الله أيتها الأخت المقدمة وتحية طيبة لضيفتيك الكريمتين المتألقتين
وعنده سؤال هو هل لدي لدى ضيفتين أحلام بمزاولة الإعلام في الخارج؟ إذا كانكم عندكم طموح أنكم تزاولوا مهنة الإعلام في الخارج؟ ما نعرف، إحنا نختار نوجه هنا قضية نوضحها شوي. إحنا ما نقدر نعود لا اللي براس منا يمشي هاجر على البلد. إحنا وين هما؟ إحنا وين هي الصحافة اللي ذيك هي تشتغل؟ يقال للأسف اللي نضطر نقولها عن البلد أرضيته الإعلامية ما هي صالحة، وبالتالي ذا هو اللي واصل الشباب في الرهاج وشو الخارج ولا. وأنا بعد ما نختار نهاجر، نختار قد تجبرت عروض من قنوات خارجية؟ لا ما قد تجبرت عروض، ولاني مولي من الناس اللي يطلبها، مولي خارج شو الناس يطلب عروض، يطلب من النوع من العلاقات يوسع علاقاته. أنا مختار لا شي كامل لا يرفع نرفع أنا به مستوى بلدي، ما عندي في مشكلة مشارك بدورات تكوينية في الخارج، ما عندي مشكلة بي نمثل دورتي. قد شاركت بدورة تكوينية في الخارج؟ غير شاركنا في حبة في السنغال مرتين كلهم نمشوا، وعدلنا قاع ماتيا مقابلة بين أصغر صحفيات، هذا اللي نقول لك 2016 أصغر صحفيات 2015 أصغر صحفيات في البلد، وكانت ونعرف لقتهم هما، وكانت حلقة موضوعها مع سنقريت ودكا إيه معهد، وكنا كانت موضوع الحلقة هو الفرق بين التعبير الرأي هي التعبير الصحفي كيف لنا نحن مثلا وموريتان، بعض نحن والسنغال نحن عندنا حرية الرأي والتعبير هما ما هي عندهم. وكانت حلقة ما هي معقولة، كان ناظرنا لك الساعة مودو قسي مجال تحية خاصة رترت قاع مسك الشيء كانت صحيح في إذاعة RTS هي أول صوت صدح فيها استقلال موريتاني كان كان كنا نحن فيها مجال تحية خاصة لك الزملاء اللي فهم. عندي محمد محمد قال لي عن الصوت ما هو مسموع، وراني محييكم على البرنامج وسلمي لي على صفية وسميرة حتى. شكرا جزيلا، هذا متابع دائم لبرنامج الصباح الوطنية. صحيح. ما شاء الله من سخته الأولى موجه تحية خاصة من أصدقائي على الصفحة، مرحبا بي وسهلا. عندي يا أحمد، أحمد قال عنه مسلم عليكم ومرحبا بكم ومرحبا بالضيفتي، مسوي لكم إكانكم توميات. الجورات ما كنت تومية. أولي نبقى مع فاصل ونعود نرجع.
مشاهدين من جديد بعد هذا المقطع الرائع للمرحومة ديمين تابو، وشفنا مناظر طبيعية من مدينة ولاتة. كنتوا في البادية، جيتوا من هاي انت ونفس صحيح، ما ساعدكم جو البادية زين ما شاء الله تبارك الله. صحيح ضواحي غير جهة تشتري اللي هاملة به الفيسبوك صفر ربيع راه ما نتعينه فيكم أداها الفيسبوك صفر ربيع لهي نرجع شوي نسولكم. طبعا نعرفوا عن بنات السماني، هما حطنا التوب في الموضة وبساطة اختيار الله يسلمك ملاح والحفولة كامل زين بسيط. من رأيك كانكم من طبيعات اللي يسمى رصايد وبدل ملاح بين الموضة والله عندكم تاجرة ولا بوتيك خاص بكم التوماتية تقول من عندكم والله اللي تقولي اللي كان لاعن الرضا حبيبتي، احنا ما نتوب اللي كان لاعن الرضا. فيما يخص ما عندنا ذاك وشي كبير، عندنا بوتيقنا نحن بوتيق من السماني طافلات خواتي لبسونا، وعندنا تاجر موجلة تحية خاصة صحيح صحيح عنده هون قلل السكريت ما شاء الله فتبارك الله، تجارتها زينة ميك اب زين بمناسبة ما اللي هي اللي ملبستنا ما شاء الله اللي ملبستنا موجهة تحية خاصة وإن شاء الله يعودوا تجار كيف بأخلاقها بتعاملها بتستقبالها وتجارتها زينة وبوتيكها هون في تيتيمور بيت روا على ما أعتقد تبارك الله وتجارتها زينة وفصل مع شميتي بندا احنا في البرنا هي اللي تلبسنا ونحن مالي ما شاء الله مالي تبارك الله في التجاره بتجينا احنا حد يلبسنا يا كوستا فاهمه البرنامج ما عنده رعايه قاعد حد يلبسنا يقير ما يلبسنا مو هي والله بوتيقنا نحنات ومشى تحيه خاصه للطفل اختي دائما نقول عندها الملاحه حفظ الشيء تسالينا مالي تكون اليوم معكم نفسات الشيء يقير عرفي عنك شي كامل تبارك الله لبسناه في البرنامج لا بالفنتين لا بوتيقنا نحن والله الليله قال لي سكريت بين تبارك الله بوتيق والله لقيت نشوف طفلات على فيسبوك يسولوا عن ملاحه والله هيا ويقبضوا كاع صورنا وجيرهم على فيسبوك خريا ويكاشوا عيا وميكاشوا ندور هذه الملح فندور هذا كذاش والله هذه الوقات والله هذا كذاش ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله والحفول هم اللي الحفول نشروه معهم شفت عندكم طابع خاص في الحفول مثلا ذاك شباب بنت واحدة مني مات كاحد حواجبها وتذكر صحيح وبرنامج صباحي وبرنامج تعزز النوع من الحفول والله لا 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 هو شتي الموضة لا بد أن تتفقي معه أنت ما تقول لي واعية مع الصباح وريت واعي المشاهد حفول أوفر هم أحمر عينين كحل الحواجب كحل واعيه ببساطة يا قاعد تستوعب لك قدام صحيح وبالتالي اخترنا البساطة عيتو تجبر نقد على طريقة الحفول لأن احنا مجتمعنا 99% داش من الناس صحيح لأن نجبروا بعد شوي من النقد يقولوا إن ما نمنعدوا كيف نعدوا الحفول نعدوا حواجبنا ونعدوا ياسر مش لا نختار هذه الصورة ترى في الصالة شبي اللي برنامجنا ما شاء الله الناس كامل هتخرج والبيت شفتي المشكلة قاع حبيبتي ما هذيك شتي تتكلم عن مشاهد وطاب عليكم
فترة طويلة من الزمن. صحيح. يا أختك أنت تحترمي هالدرجة عنه لا شافك خارج استديو يعرفك يا عافك. صحيح. أنا ورك من عدل ياسم اللحفون وخال خارج استديو لأنه قد على 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 الجمهور. مشكلة مالي مالك يعني. وبالتالي خارج لا تعدي عن عن المشاهد عن البيت الموريتاني عن التلفزة الله كاتيها تخرص العائلة كامل. أب وأم والحمد لله وهذا هذا هذا شيء الحمد لله يذكر ثم يشكر. تخرصوا العائلة كامل ما كنت تعود تيا. كفتاة شاب في المجتمع أنت تعالجي ياسم مواضيع أنت طرع على الهواء بصورة مهي صورة ما تليق لك ما تليق لك شاب ما تليق لسنك ندير شوي من ميكابه اللي لجهزة وده أنت تعرفي أضرار ذاك لابد أنا من شوي من غير مولي لا إفراط ولا تفريط فأنتي شيء كنت تعود الصورة ذيك إياها للمشاهد الصورة ذيك زينة ومقبولة أنا أنا ما نقد على المصحابيته أنا خلق مثلاً أنت اليوم في قضية به اللي تجلس دائماً تنعت أكبر حجم أكبر حجم من صحيح. أنا عيت نجبر الواقيج يقولوا لي أنا شوف أختك أنت أخت كبر منك بتجلس نقول والله أختي كبر صحيح صحيح من اللي تجلس شتي الكاميرا تعطيك 5 سنوات زيادة على عمرك وخمس كيلوات عيادة 10 زيادة على حجمك كتير طبيعي وبالتالي خير فيك عن تكيد توازني على ذا واني نعود قاعده ماكله راج مع ياسر من الحفول صح هذه بعد بات انا من خلال التجربه اللي نتوقف شوي ونقبل اتصال الو السلام عليكم احنا اليوم عندنا مشكله شوي في الصوت ولا في الاتصالات ما نسمعش الو السلام عليكم الو الو مشاهد الو معك السلام عليكم وعليكم السلام ومرحبا ألو معك السلام عليكم تفضل تعرفنا عليك مشاهد ألو أهلا وسهلا بكم داري الباب يا مرحبا بك سيد ألو تعرفنا عليك مشاهد بعد عندك سؤال لمن تسمى ما شاء الله اتصلت بكم سابقا غير ما حد ما يخالف والله عندنا مشكلة شو بالتصل تفضل الو رايك بالك ملي انا عندي جبرنا اكبر كاتيا وجبرتنا الو والله يدي جبرتنا غير ملي راني ارفع لي صوتك شوي بعد ما انا سامعينك حتى يترك اني راح نتكلم بيك خويا ولا معك شكرا جزيلا جزيلا مسلمين عليك أنا يمكن أن أريد أن أصبح في معك سنتين عزيزات شكراً الله يلعب مدين سلمينكم طبيعة خاصة من الزميرة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً وراي يوم مدين شاكركم على البرنامجين وراجعين على الوقت فضعكم لما جيت برنامج بطا إن شاء الله يا رب إن شاء الله رب شكراً جزيلاً أرانا شكرا على الاتصال ونقبض اتصال ثاني. نقبض اتصال ثاني. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير سعيد. تحية كبيرة ونوقف يا خوات فنان أنا رحيم بس خير 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 عرفته والله صحيح هذا متابع من الزمن ليه نقول لكم وصية تفضل بها عليكم الحمد لله يا خوات إعلاميات إلى قدر من الاحترام وعلمنا أن عرفوكم من زفت الغياعة صحيح وبعد لي أجيت في القناة وكما عرفناكما لي أنتما كذلك لمستوى الشاشة الحمد لله قريبات من المواطن التخصصات الميدان اللي انتما تجيب استضافوا الناس كاملة استضافوا الشيوخ الشباب الفنانين اللاعبين معنا عالم كمستمعين كمتشاهدين أنا بعد عبد الله قطعنا بني إلى ما أعطيتكم 20 من 20
الله يسلمك. نعطيكم 21 من 21. الله يسلمك، الله يجازيك عن اللي احسن. راني ما عرفت، ما من الناس اللي يبقى يظهر في الاعلام، وداني من الناس اللي يقول شي ما هو صالح على مستوى الشاشه والاذاعه، وداخل بالمداخله سمعت رد زميلي اقدره، سمعت رد فعل احد الاخوات لي. ما نختار للنوع من المستمعين خاصة أن يعود خدوة، يعود يطلع على الإعلام، يطلع على أخواته ويوصفهم للنوع من الوصف. صحيح صحيح، هو كذا. نعم، حتى المعرفة نجيكم أنتم للنوع ما أنتم من الناس اللي يعدلوا، أنتم من الشرطة والناس كان يخصكم إلا ما تصبروهم ولا يقعد عنكم خاصية بالناس. وطبعا لكم إعلاميات رائعات، وهذا البرنامج على مستوى الشاشة تنوروه، ومستمعينكم كامل يقدروكم، وكما أقول لكم دائما سلاما علينا وسلاما على أمور الثانية. يا مرحبا وسهلا، شكرا جزيلا لك عبد الله والرحمن عبدي وخير. الله يلا وخير. شتي وانا كان متابعنا في الإذاعة صحيح، وقد وجهنا نصيحة ما ننسى هذا، وراني لك ما نعرف وش يبقى نعرف صوته صح. تصينا في الاذاعه وتصينا في التلفزه، قمه في الاخلاق صح، نعمل اخلاق، نعمل زي ما نقول شنو هو، ما تقدر تبارك الله كامل وما يقدر صحيح، تبارك الله توصفيه به. ان شاء الله تكونوا عجبين قط مره صح. احنا على الاثير ديك الساعه في موريتاني، وهو واحمد سالم ولا احمد مجاور، تحيه خاصه احمد سالم ولا احمد، قال لنا عن جميع ما الحق من كل شيء، من الشقل ومن العلاف ما شاء الله في هذه المهنه والرقى فيها، ان ما نتخلوا عن ذلك، قال البساطه والمواطن. الحمد لله، هذه نصيحه انا 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 تقلدتها وسام على صدري، بيدي ناصحني شخص احترم والدي وخويا وكل شيء. الله يطول عمرك ان شاء الله. نقول لك انا زاد عنهم السام عند نصيحتك ان شاء الله. صحيح. عندكم خلافات مع بعض المشاهدين؟ ابدا نهائيا ابدا. عادات خلاف؟ ابدا. اول مره مولد؟ ابدا اول مره. شي تخلى حاله خاصه، ما يعمم ولا شي حد يخلي حاله خاصه، يقدر يتكلموا لك عن العام. تخيل جماعة ما الحق تملي اخونا وانا مصاري الديب والاخوتي الديب، فاهمين مودي ضاق زيت وفاهمين. صحيح والله يسامحوا. داك نقول لك روايه واحده عن الحمد لله. الحمد لله نعمه نحمدها ربي، نعمه محبة. أنا صحيح. كل أسرة، كل بيت موريتاني عندنا فيه أب وأخ وخت وأم وكل حد ورك، فتبارك الله ما نتخلى على حد، ما أجبرت ما شاء الله السلوك الحسن، معاملة حسنة، نحس عني في أمان، عني داخل على أسرتي اللي هي أسرتي اللي أنا منها. هذا الشيء أنا الحمد لله، هذا هو الربح اللي أجبرت أنا من هذه الحمد لله المهنة اللي أنا فيها. كل بيت موريتاني أنا أسرتي ومثل، وبالتالي مفتخرة به الحمد لله. واش تهضري مع الناس اللي يعودوا البديل كاع يتوخوا على حد يقول لك سميرة صافي انت ايهم؟ تعودت عليه. اي تجبري وحده كي مره قد تجبرت امراه في المطار معها مره كهله مع هذا التيشيرت، جاتني كهله تقودها لا يديروها بوس بوس، قالت لي انا قالت نبقي كثر باش، قالت لي منياتي قلع عليهم وش. قد سمعت مداخلة بيت خارجة واحدة عندي أنا في البردرة، سمعتها سمعتوا عليكم. والله صحيح، واحدة في البردرة صحيح، البردرة سمعتوا علينا والله. وبالتالي هذه محبة أنا أعتز بها، وواحدين قاعد يقول لك لا كافينا من أجبرنا أنا نبقوك وعنكم نفس الشيء اللي في الصحيح. الحمد لله هذه نعمة طهنا مولانا، وأنا الحمد لله نحمد عليها ربي. الحمد لله نعمة المحبة ما شاء الله، والسرور انك ما تجبر حد ما شاء الله، ما هو ذاك يروق اخلاقك ويتبشش لك. وما يخص سيترك مردة نسيتها، نسيت لك البوتيك هون ينقال البر والتقوى، مجوهرات الذهب، موجه تحية خاصة يعني يتعاملوا معاهم ايا ويلبسوا نمين وعجايهم موديل، موجه تحية خاصة لمحمد الامين محمد فاء. صحيح محمد فاء والله صح. والله انا نسيت وانا تذكرت لحالا من الناس اللي رجعنا شوي قضيت الموضوع. دائما تلبسوا نفس النكشه قارع عودوا للوان للوان واحد. من رايك كانكم قطع عجبتوا عجبتك تي نكشه وعجبتها هي نكشه اخرى، ولا توافقتوا على قضيه الزحف؟ والله عندكم نفس الذوق.
ضغط قد قاعد قد تقولي عنه يختلف شوي بهدي انا ابو سمرة ذوقنا سبحان الله يعد ما هو واحد اي تعد نكشه ذوقنا فيها واحد صحيح وتقول لك سمرة هذا الوان اي تقول لها صافي هذا هو الوانها بتان اوفر بتان تقولي زين عندك الوان سمرة ما تبغيهم زين عندي الوان ما نبغيهم عندي الوان نبغيهم عندي الوان شفتي هما اللي يعطيك روايح التلفزه الشاشه تبقي اللون مبلوك الالوان اللي دي 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 تان فونسي كلير عادي الشاشه قبلها لي وعندي الوان ما نبغيهم ما سميتهم نقولهم لك انا فونسي مو قال لي فونسي مو قال لي حتى بلي فونسي يعطيني عمر اكبر من عمري ويعطيني شكل اكبر من شكلي يقال ايت نضطر ايت نجبر تقريبا تعود جايتنا البضاعة من الخارج وفيها تعرفي مفتيلة والله سويسلاند والله لذاك اللي حال فاكاتيها عود انا فرض علي اني البس واحد من البرنامج نضطر انا اللي تقولين توا مبارسة قال هما اللي فيها اللي هما اللي خير نلبسها عتود فونسي عتود متينة مجربة بيا اللي انا ما نعدل ميك اب اوف يقير خالق رواية الموضة اللي قلتي عنه توب موضة ولذا كامل راجع لأخواتنا الحمد لله الحمد لله والله اللي نقول لك رواية شفتي ضرك ما شاء الله فتك الله متابعين حتى أنا في البرنامج اطري على راسك شيك مساج على الواتساب اطري على راسك ناوري وقتك ناوري ملحفتك ناوري ما شاء الله ذم ما شاء الله مراقبة دقيقة أنك أنت ما هم لا يخلوك تأخذ بصفة ما تليق أنت تقدر تسهي تقدر تعود ما قدامك ريتور والله شيء لا قدر الله الإنسان يخطأ يقول الحمد لله عندك عينين ما شاء الله متابع عينك حتى عنهم يخطرون الذوق قلنا لبسوا هذا لبسوا هذا يخليهم إن شاء الله هذه نعمة حامد هالمولانا على ما شاء الله واكب شونا تبارك الله والدم والدعاء هن الحمد أهمية عندهم اللي واحد قولي لي قط غايتي واحدة من بقات مجحفة وانا بقات وقعت كان قط وقعت فيها انا ما لبستها صحيح صافي عيات تبقي الشق سميرة لا تبقي انا شق الشق شيف سامي قلت الزبون صافي عيات كان عليهم البس منه شكيل يا قلت تعود هذه لا تخسر عليك شي انا ما لبست تقولي شي اللي قوم ولي هي عود رواية الله كانت اياها ولا خاينة منك تقولي يا اختي زوين بس قط مرة في عيد المرأة السنة الماضية موجه تحيه خاصه للمراه الموريتانيه اللي تعدل الخياطه بيدها واللي تسبق بيدها واللي تشتغل اياك تعيش ابنائها قطعنا الميتاب يتعبوا شنو هي تعبوا انا قط مره تميتني جيت مارس كابيتال وراي لكم ماي مارس ندخلها حتى الحمد لله مشكوره فخر واعتزاز قط مره جيت لمارس كابيتال وهذا حاجة ايام عيد المرأة حاجة اللي ما نعرف كان بداية الشهر يوم واحد والله يوم اثنين فيه ولحقت قدامي مجموعة من العليات تعابوا ذاك النهار متي تعابوا ويخيطوا وفتارهم وبداوا شقلتهم ذيك ظاهرة عليهم جيتهم وصورتهم وين وقفت عليهم عارفوني قالوا لي تي واحدة منكم في التلفزة وين ياخذك اللي خرجت امرأة قلت له صبية وهي جاي وجات صبية وقفنا معهم فاحنا هما شد الاخبار قلت لهم انا قلت لهم بعد كاع حاي الشعره نجلي عني شفت عليها موريتانيات يعدلوا هذه الشقله اللي نبيله ونزيها والقصه اللي نشري من عندكم الملاحف ولاهي نطلع فيهم في البرنامج وقبلكم تحيه ضامننا معهم ضامننا معكم في عيد المرأة عدنا نلبسوا صناعه عيد المرأة الموريتاني وشينا من عندهم ملاحف حاجة اللي هو عيد المرأة كان لوين مارس شين عندهم أربعة ملاحف وطلعنا بهم ذاك الأسبوع هذه تحية و هذه الدعم تعطيها للمرأة بما أنك أنت هي مرأة صحيح أنا ما نقدر نعود نلبس أنا مولي لباس الناس الأخرى والخنط الأخر الواعر ونخلي بلدي صناعة بلدي صنع صناعة عليات اللي تعبوا صحيح المربيات الأسترية اللي تحد اللي يعرفنوش ضامنة معهم على الأقل ما زال عندنا ياسر من الأسئلة ولفتنا مدلينا منكم يا غير الوقت عاد وافي إذا تختمون بكلمة أخيرة نصيحة للشباب والبنات كلمة أخيرة لنا صح أنا بعد بها ولاني بعد شبه اللي ينصح ما نعرف كلمة أخيرة موجهة هنا للشباب والشابات اللي مقبلين على هذا العمل اللي نحن فيه اللي هو العمل الصحفي واحدة باش يستمر العمل الصحفي احترام الوقت
احترام الضيوف، احترام الضيوف، احترام مواضيع الإزمار، حتى عنك أنت حساني تقعد مهذبة، تالي حساني المهذبة دي أنا عيتهم شو بعض من الزملاء للأسف يعود جاي ضيف يتكلم بالحسانية المهذبة المحترمة وهو يتكلم بالعربية عفوا، يعود المقدم يتكلم بالعربية اليابسة الكحلة اللي ما عنده بها علاقة. ها وركون نحن نعرف عن الضيف يا اختك تكلمي هلا بلوقته حوار يا الله عود لقته واحدة ما لعود لقاته فنتين وبالتالي هذه الناس حال الزملاء شفتهم يعدلون هون يعرفوا رسمه دائما نقولها له وموجه تحية خاصة للشباب والشابات اللي مقبلين على هالعمل عنهم يصبروا لا يعجوا على الفضة لا ما في الفضة لا تعجوا على الفضة اشتغلوا وذبتوا وجودكم به اللي انتي شي ما اشتغلتي فيه وطرحتي فيه بصمتك ما تقدي تشتغلي فيه ولا تقدي تنشحي وعمل ما اللي ما بقيتيه ما تقدي تستمر ما تقدي تستمر ولا ينجح لك وموجه تحية خاصة لأخواتي والتي بمحيط الأسر اللي داعمنا بشكل ما معقول الحمد لله الحمد لله ووالدي يعطيه النعم المقيم واللي داعمنا بشكل كان قريب وعجيب زين عنده وزين عنده نجاحنا يعطيه إن شاء الله النعم المقيم وشكرا شكرا سارية. أنا كلمتي لموجهة المشاهدين نبقى إن شاء الله نعود بعد قاعد اليوم ما ثقلنا عليهم إن شاء الله ما حسينا قاعد الوقت أنا ما حسيت بأخوة من إذا هو المخرج يعيط لي نعود اليوم ما ثقلنا عليهم وعنهم برنامج صباح الوطن وبرنامج مهومة ونصحكتي يا حبيبتي عنك المواضيع اللي تناقشها عدو مواضيع زينة إن شاء الله وعدهم اللي يخدموا البرنامج يخدم المواطن من أجل ذاك تعود عندك أكثر مشاهد وموضوع ما يخدم المشاهد لا تناقشي نحن مجتمع حساس ومجتمع ما شاء الله فتبارك الله طبعا ليك سبحان شوية طفلت الناس ماني قطعا عنهم فأعطوني ياسر من النصائح يمشوا لي المساجات عدي قعدتك انت ريمت حفتك إلى أتوتم وسهولكم أخواتكم وواتواسوا لي صحيح والله إلي شرف صحيح وموجة تحية خاصة للجميع مشاهدين برنامج صباح الوطنية أتمنى لك التوفيق أتمنى لك إن شاء الله التوفيق ونختكم ويتنافس صباح الوطنية بالضيوف بمنافسة من عود برامجهم في البلد بمنافسة تخلق العمل يخلق الشغل نفس الخط صحيح ما عندكم نفس الخط نحن عندنا أيام اشتغلوا فيها وانتي عندك أيام اشتغلوا فيها كما عندكم مواضيع تناقشوا وانا عندي ضيوف نناقش معها نحن عندنا مواضيع انتي من الموضوع من خلال الموضوع هو اللي تقدري تجيبي عليه أساس الضيف انتي ما تقدري تناقشي موضوع ما عندك له ضيف فهمتي والله خلق المواضيع ميتة تقدري تناقشي مثلا موضوع عادي تعرفين تعرفين كونكسيون كي زحمة انتي تعرفين تناقشي وهذا يخدم المشاهد وشكرا لكم وجهكم تحية خاصة موجهة تحية خاصة لقناة شنقيط الثانية للتوفيق إن شاء الله الشامخ والعربي موجه لكم تحية ولا تنسوا قدر صباح الوطني يوم رحلة وحنية السميرة موجهة تحية خاصة الساجدة ساجدة زميلة كانت معايا في الإذاعة وعدي بالشوفة ما نعرف أنت تفاجأت معها اليوم اللي جيت قناة شنقيط وجبرت عرفوا عني جبرت حد كان قاري علي الشيء عنه من الزمن كان وما قد جبرته مرحبا بكم شاكر لكم انتم على قبول الاستضافه وشاكرين قد طبعا المبدع الداه للاداب على تقديم هذا الصالون وشاكرين بوتيك مود ديكور على تقديم هذا الديكور وشاكرينك انت الشامخ تعبت معنا اليوم حتى وشاكرين مخرج باب والعربي واحمد مهندس الصوت والى اللقاء ان شاء الله في حلقه الاثنين باذن الله الى اللقاء تجربتي الإعلامية الرائدة لقناة شنقيط الفضائية مع كوكبة من خيرة الإعلاميين أصحاب الكفاءات العالية الذين ميزت مسيرتهم الناجحة أهم مخرجات هذه التجربة الرائدة في إطلالة جديدة نصحبكم ضمن باقة برامجية متنوعة يتمحور اهتمامنا حول قضايا التنمية الأساسية في برامج تهتم بالمواطنة والمواطن التنمية القاعدية من خلال نشر ثقافة الديمقراطية والسلم الاجتماعي قضايا الأمن والتنمية الديمقراطية والانتخابات لا
تقديم ملفات هامة وتحقيقات واستقصاءات في صلب الاهتمامات العامة التي تخدم مجالات التنمية ومحاربة الفساد. قناة الشنقيط منارة للثقافة في هذا البلد من خلال برامج ثقافية يتقدمها زمن الفتوة ضمن إشراقة ثقافية جديدة للمهرجانات الثقافية في مختلف جهات ومناطق الوطن. حوارات على مدار الساعة ونشرات إخبارية تتخللها تقارير إخبارية وتحليلات سياسية لأهم الأحداث المحلية والدولية. تتضمن ولأول مرة في الإعلام الخصوصي الموريتاني تحليلات واستضافات عبر الأقمار الصناعية والإنترنت للتعليق على الأحداث الدولية والوطنية في برامج إخبارية مباشرة، وإشراك لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين المحليين، رصد لتفاعلات الساحة الوطنية في أكبر وأهم استحقاقات تشهدها بلادنا من الاستقلال حتى اليوم من خلال توفير مساحات هامة للمترشحين وأصحاب الرأي والقرار. قناة الشنقيط الفضائية، رؤية إعلامية متميزة. انا ما قطت رواسيك في حياتك، انا ابوي البوتيك، اما لي ابوي يبيع وين ينقال له افريكا. اعطيني منه 6 باش ولا 7، هو قال انه ماكينته ما تقوم ولا يوشع حرام. أعرفوا علم وين وادعوا من عاقل وإلى أفريكا، وإلى أفريكا مكينتوا ما تكون ولا تضعف، والتورانات تداري تحبطها جيرانات أقراش بتصرق الوزمات بتعرفوه عندك فا، وإلى أفريكا علامة واضحة علامة النمر. عجبني. شلون سويتي؟ أنا ما سويته، هذا هاي واي كيك. هاي واي الكيك الذي أعجب به العالم. هاي واي الكيك الذي أعجب به العالم. لأن القرآن الكريم شفاء ورحمة للمؤمنين، يدعوكم مركز أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم للرقية الشرعية إلى التداوي بالقرآن الكريم من الأمراض التالية: العين، المس، السحر والأمراض الخبيثة، وكذلك التداوي بالحجامة. فلديهم متخصص في الحجامة مستقدم من بريطانيا. مركز أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم للرقية الشرعية في نواكشوط كارفور تنسويلم طريق الأمل مقابلا خيلة. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 42 90 99 99، أو 33 47 61 48. الفكار يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن. حليب الأجواد طبيعي ونقي طويل المدة ومعالج بالحرارة العالية. حليب الأجواد مصدر مهم للبروتينات وغني بالفيتامينات. حليب الأجواد ينصح به طبيا لنمو الأطفال.
حليب الأجواد طازج يأتيكم مباشرة من المزارع التركية ومعبأ في أرقى مصانعها. حليب الأجواد الوكيل الحصري في موريتانيا، مؤسسة محمد والباه وأولاده. مع بداية افتتاح العام الدراسي، يعلن مجمع مدارس الشيخ الشيوخ الحسني الحرة عن فتح أبوابه لكل من يريد التسجيل لجميع المراحل التعليمية، المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية العامة. مجمع مدارس الشيخ الشيوخ الحسني، الخيار الأمثل بين أيديكم. مجمع مدارس الشيخ الشيوخ الحسني، التعليم والمثابرة شعارنا. لكل من يريد التسجيل والالتحاق يتصل على الأرقام التالية 22 21 56 06 أو 20 25 70 54. يقع مجمع مدارس الشيخ الشيوخ الحسني في العاصمة نواكشوط شمال القصر الرئاسي في الحي اللوسي. خليك لي بيت لي العمره وحجز لي خليك لي اوتلي عوزين اللي قد يعود في الكعبه يعود في دبي لسفريات. سمعتكم مضبوطين وحجزكم مضبوط ولا يقعد شاك. تفضلي خليك. يا رب يا طايره الماشيه انا فيها يا رب حرمتي ولا انا معك قاعد مقابل هاي الكوره. هلا مولي دقيق وعجله لو فوق انا راك احتسبتني بشيء. لبيك اللهم لبيك. وكان دبي بعد قاعد تقف في العمل وتعدل الحجز لجميع الفنادق وتقطع البيات لجميع العالم. وكان دبي للسفريات على شارع دوغول مقابلة مع بناية موريتانيا القديمة اللا لاصقة في زر الضرائب. الرائدة لقناة الشنقيطة الفضائية مع كوكبة من خيرة الإعلاميين أصحاب الكفاءات العالية الذين ميزت مسيرتهم الناجحة أهم مخرجات هذه التجربة الرائدة في إطلالة جديدة. نصحبكم ضمن باقة برامجية متنوعة يتمحور اهتمامنا حول قضايا التنمية الأساسية في برامج تهتم بالمواطنة والمواطن، التنمية القاعدية من خلال نشر ثقافة الديمقراطية والسلم الاجتماعي، قضايا الأمن والتنمية، الديمقراطية والانتخابات، تقديم ملفات هامة وتحقيقات واستقصاءات في صلب الاهتمامات العامة التي تخدم مجالات التنمية ومحاربة الفساد. قناة الشنقيط منارة للثقافة في هذا البلد من خلال برامج ثقافية يتقدمها زمن الفتوة ضمن إشراقة ثقافية جديدة للمهرجانات الثقافية في مختلف جهات ومناطق الوطن، حوارات على مدار الساعة ونشرات إخبارية تتخللها تقارير إخبارية وتحليلات سياسية لأهم الأحداث المحلية والدولية،
يتضمن ولأول مرة في الإعلام الخصوصي الموريتاني تحليلات واستضافات عبر الأقمار الصناعية والإنترنت للتعليق على الأحداث الدولية والوطنية في برامج إخبارية مباشرة، وإشراك لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين المحليين، رصد لتفاعلات الساحة الوطنية في أكبر وأهم استحقاقات تشهدها بلادنا من الاستقلال حتى اليوم، من خلال توفير مساحات هامة للمترشحين وأصحاب الرأي والقرار. قناة الشنقيطة الفضائية، رؤية إعلامية متميزة. من عمق التجربة الإعلامية الرائدة